فرح ان حلقه النهارده هيكون فيها مفاجاه، والمفاجاه ان حلقه النهارده هي حلقه الهجره. بنصورها منين؟ بنصورها واحنا طالعين غار ثور. بص معايا فوق هناك في قمه الجبل، بيقولوا 3000 قدم من تحت خالص لغايه قمه الجبل. هنصور النهارده طلوع النبي صلى الله عليه وسلم لغار ثور، هنصور النهارده طريق الهجره. انا عايزك تتخيل معايا احنا ليه عملنا كده. الحقيقه يا جماعه حبينا قوي 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 نحس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبينا قوي 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 نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظه بدايه مولد الاسلام العظيم وبدايه تاريخ الاسلام من الرحله دي. تخيل من هنا، من بدايه الغار، من بدايه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، هيبدا تاريخ عظيم للاسلام بدايه من الجبل ده، غار ثور اللي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 ايام. تعالوا نبدا الموضوع من الاول. الموضوع من الاول ان دلوقتي كل الصحابه هاجروا الى المدينه، ولم يبق الا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق وعيله النبي وعيله ابو بكر الصديق. قريش بدات تحس ان اكيد النبي هيهاجر. قريش فهمت ان معنى هجره النبي معناها ايه. معنى هجره النبي معناها قيام دوله للاسلام قويه جدا اكيد هتهدد قريش، ثم ان المدينه في طريق حركه قريش في تجاره قريش للشام واليمن. فقررت قريش واجتمعت في دار الندوه، اخطر اجتماع في التاريخ. قرروا واجتمعوا واتفق كل قيادات قريش، ابو جهل، ابو سفيان، ابو البختري بن هشام، اميه بن خلف، كل الاسامي، العتبه وشيبه بن ربيعه، اجتمعوا اجتماع يتفقوا كيف نتخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. الاجتماع دون كان قبل الليله دي بيوم. احنا النهارده يا جماعه متخيلين واحنا ماشيين كده ان احنا ماشيين على خطى النبي بالظبط. احنا النهارده فعلا على خطى الحبيب، لان هو بص معايا للطريق، الطريق ضيق جدا، الطريق ما فيش فيه امكانيه غير انه يمشي اتنين. هو ده الطريق الوحيد اللي بيوصل لغار ثور، ما فيش طريق غيره ممكن تمشي عليه لغار ثور الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم دون، هو ده اللي مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خليني اقول لك ان قريش اجتمعت واتفقت ان قدامنا حل من 3. فطلع واحد وقال الحل ان احنا نطرده من ارضنا، فقال فرد ابو جهل وقال لو طردناه من ارضنا هيروح يجتمع بالعرب علينا ويأسس دولة قوية. فطلعت ناس تانية وقالت في الاجتماع بتاع دار الندوة، قالوا الحل ان احنا نربطه في الحديد. فطلع ابو جهل وقال لو ربطناه في الحديد هيجي قومه بنو هاشم ويفكوه زي ايام الحصار. فطلع ابو جهل وقال الحل الوحيد ان كل واحد يجيب سيف عظيم ونجتمع من كل قبيلة واحد، وكل القبائل دي تطلع أقوى شاب عندها ياخد سيف عشان يتفرق دم محمد بين القبائل، عشان لو بنو هاشم حبوا يقتلوا محمد ما يعرفوش، حبوا ينتقموا لمحمد ما يعرفوش. واجتمعت كل القبائل دي قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين لحظة خروج النبي، علشان بالليل أول ما يصحى الصباح ويخرج النبي يضربوه ضربة رجل واحد فيقتل النبي ويتفرق الدم بين القبائل. وفرح الجميع بالخطة، ونزل جبريل عليه السلام من السماء، يا محمد لا تبيت الليلة في بيتك فإن قريش تعد لاغتيالك. ويخرج النبي في الظهيرة في وقت عمره ما كان بيخرج فيه، والدنيا كلها ساكتة علشان يوصل لأبو بكر الصديق، يقول له يا أبا بكر إن الله أمرني بالهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله، فقال نعم يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرحة. تقول عائشة بنت أبي بكر ما رأيت إنسان في حياتي يبكي من شدة الفرحة كبكاء أبو بكر، رغم إن هو عارف إن هو ممكن يموت في الرحلة دي. ويطلع سيدنا أبو بكر الصديق ويقول له يا رسول الله لقد أعددت راحلتين للهجرة. فيقول له النبي بالثمن يا أبو بكر. سيدنا أبو بكر بيقول له أنا جايبها لك هدية، والنبي بيقول له بالثمن. ليه يا رسول الله؟ مش عايز يضيع ثواب المشوار دون إلا وياخد ثوابه، مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يضيع المشوار ده أبدا إلا ما يكون واخد الثواب بتاعه. فيقول النبي وأبو بكر يقول للنبي يلا يا رسول الله. فيقول لا يا أبو بكر، إن لي لهم عندي ودائع فلا بد أن أرد الودائع أولا. صلى الله عليك يا رسول الله على الخلق والأمانة العظيم، عايزين يقتلوك وانت بتفكر في الودائع بتاعتهم. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ويبدا يقول لسيدنا علي دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان اللي هم هيقتلوه بكره، ودي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان، ويدي له كل الحاجه ويقول له يا علي نم في فراشي. علي 20 سنه، علي الراجل العظيم الشاب اللي النبي عارف انه راجل ويستحمل مش هيخاف ويترعش ويقول انا مش قدها. نم يا علي في فراشي، وابقى في فراشي وتغطى ببردتي حتى اذا نظروا علموا أنني في البيت. ليه؟ ليه النبي بيقول كده؟ علشان النبي عطلهم عشان يلحق هو يطلع، ويفضل سيدنا علي يقولوا آه ده لسه جوه، فيكون كسب وقت صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو خارج يفاجأ إن هم اجتمعوا.
اجتمعوا، لان النبي سيدنا جبريل قال له ما تباتش في الليله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاكر ان لسه في وقت. فعلى ما النبي سلم علي بن ابي طالب الودائع، شفتوا الاخلاق العظيمه، يخاطر بحياته من اجل الامانه. يا ناس يا اللي بتضيعوا الامانات، يا اللي بتكتبوا شيكات بدون رصيد، يا اللي بتعملوا يا اللي بتعملوا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الامانه غاليه قوي قوي قوي، واللي عايزين يقتلوه متاكدين ان هو امين، عايزين يقتلوه وسايبين ودائعهم عنده وهو من امانته عارف ان هم عايزين يقتلوه، بيقول لعلي ترجع الودائع. اوعى تجيل المدينه الا ما تدي كل واحد حاجته، كان ممكن يرميها لهم في الشارع، لكن دي مش اخلاقه صلى الله عليه وسلم. يجي يخرج يلاقي قريش قد اجتمعت بالبيت، فياخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب. ربنا مش هيضيعك يا رسول الله، لان الخلق العظيم ربنا مش ممكن يضيعه، فياخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب ويقف عند الباب، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الحفنة ويقرا قول الله تبارك وتعالى في سوره ياسين: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، فيسقط التراب على رؤوسهم فينفضون التراب، ويخرج النبي ولا يرى منهم احد النبي، ويبقون طوال الليل وهم نايمين في مكانهم مش عارفين، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويروح لسيدنا ابو بكر، ويخرج مع سيدنا ابو بكر من ظهر البيت، من قوه في ظهر البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مع ابو بكر المفروض ان هو يروح المدينه، المدينه فين؟ المدينه في شمال مكه، لكن صلى الله عليه وسلم يتجه للجنوب. ايوه يجي للجنوب، يجي هنا، يجي الى غار ثور اللي بينه وبين مكه 5 ميل. صلى الله عليه وسلم، شوف التخطيط العظيم، شوف دقة النبي في التخطيط، مع انه عارف ان ربنا نجاه لما كان طلع من وسط قريش ورمى على وشهم التراب، نجاه ليه؟ نجاه لانه صلى الله عليه وسلم عمل اللي عليه وخد بالاسباب، هم جم بدري فربنا نجاه، نيم علي مكانه، وصلى الله عليه وسلم كان حريص على الامانات فربنا نجاه واغشى ابصارهم. لكن المرة دي صلى الله عليه وسلم لازم يخطط ويخطط ويخطط. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هطلع على غار ثور. هيطلع من هنا صلى الله عليه وسلم، احنا الحلقة دي كلها هنصورها هنا، احنا الحلقة دي على خطى الحبيب فعلا. انتوا متخيلين يا جماعة احنا قريبين منه قوي قوي قوي، احنا صايمين، الحلقة دي بتتصور النهاردة، في معاد الحلقة دي مش متصورة قديمة، احنا النهاردة فعلا يوم 16 رمضان، فعلا الحلقة دي متصورة في تاريخها يا جماعة. احنا النهاردة جينا وبنصور الحلقة دي من مكان غار ثور، الغار فوق هناك في اعلى الجبل، المسافة بعيدة، إذا كنا غار حراء خدناه في ساعة ونص، فغار ثور 2:30، وإحنا صايمين، وكل الناس اللي معانا صايمة، وأنا عارف إنها صعبة قوي، بس ما النبي جاهد وبذل وضحى وهو صايم. تعالوا يوم واحد نحس إن إحنا على خطى الحبيب بنبذل شيء. ما أخبيش عليكم، إحنا ترددنا كتير قوي، نعمل الرحلة دي ولا ما نعملهاش؟ بس شقة، ده إحنا عندنا كل يوم على الهوا، قلنا ما النبي عمل أكتر من كده بكتير، خلي الناس تحس هو بذل قد ايه. اذا كنا عرقانين وتعبانين، طب هو حصل له ايه؟ انا النهارده عندي 38 سنه وطالع الرحله دي، النبي طلعها كان عنده 53 سنه، شايف هو وسيدنا ابو بكر، هو 53 وابو بكر 51. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله يا جماعه الاماكن دي مكان خطى النبي، شايفين؟ بس لو تاخدوا بالكم خلوها حجارة مستوية دلوقتي علشان الناس تستحمل تطلعها، لكن هو لما طلعها كان طلعها لوحده. ولاحظوا حاجة غريبة، مفيش طريق في الجبل غير الطريق ده، كأن ربنا عاملهوله يا رسول الله، مفيش طريق لغار ثور إلا الطريق ده. هل النبي كان عارف مكان غار ثور؟ لا، هو دور على جبل بعيد وبدأ يطلع، فإذا بربنا مجهز له مكان عجيب. المكان يا جماعة كل الجبل ما تقدرش تطلع منه، كل الجبل حجارة مش ممكن تتسلقها إلا الطريق الوحيد دون، كأن الطريق دون معمول لخطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف معايا كده، مفيش طريق تاني في الجبل، أنا حاسس قد إيه ربنا بيحبه. لكن لازم تبذل مجهود، 2:30 طلوع وانت 53 سنة يا رسول الله، ولازم تضحي ولازم تبذل ولازم تدور على أكتر حتة صعبة تروح فيها عشان الناس تعرف قد إيه الدين غالي وقد إيه انت بذلت يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كملوا معانا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، المرة دي قوي قريبين منه قوي، لغاية ما نطلع لغار ثور اللي اختبأ فيه 3 أيام. هنطلع لغار ثور ونشوف حصل ايه. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. انا عايزك تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع، وهو طالع هنا يقوم باصص لمكة، يبص لمكة تحت صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه، ويقول: الله يعلم انك احب البلاد الى قلبي. شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بلده؟ انت بتحب بلدك كده؟ شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأم القرى؟ شايف عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة وللحرم؟
يبكي صلى الله عليه وسلم. تخيل بداية خروجه من بلده وهو 53 سنة بعد ما قضى أغلب عمره في مكة، فيبص لها صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه، ويبص للكعبة ويبص لمكة ويقول كلمته الشهيرة: الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت أبدا، لولا أن هم طلعوني أنا ما كنتش هطلع أبدا. لكن انظر صلى الله عليه وسلم مصر: أنا يا جماعة والله كل ما بطلع في الجبل كل ما بحس أن رجلي دي الرجل دي بتخبط لعل القدم على القدم. وبفتكر عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب لما كان بيطلع رضي الله عنه ويبقى ماشي في سكك المدينة، فيجي من عند شجرة معينة ويقوم لافف من جنبها وراجع، فيقولوا له: ما الطريق واسع، إيه اللي خلاك تيجي من عند الشجرة دي؟ يقول لهم: النبي عدى من جنب الشجرة دي ورجله جت من جنب الشجرة دي، فأضع قدمي هناك لعل القدم تقع على القدم فأؤجر. وإحنا طالعين هنا حاسين ان احنا رجلينا مكان رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. وملحوظه عجيبه قوي يا جماعه، فين البراق؟ يعني المسافه طويله قوي يا جماعه، ساعتين ونص طلوع يا رسول الله، ساعتين ونص طلوع تبحث عن مكان تختبئ فيه بعيدا عن قريش، قد كده التخطيط، فين البراق كان ياخدك؟ لازم يتعب، ولا مفيش معجزات، المعجزه كانت لرفع الروح المعنويه، لكن للمواجهه وتغيير الاحداث انت ابذل مجهود يا رسول الله، مفيش براق هيجيلك، انت تطلع ساعتين ونص المسافه دي كلها. والله يا جماعه طول ما انتوا ماشيين خط الجبل كان ربنا بيقول له: امشي كده يا رسول الله وعدي كده، الجبل مفيش مكان تطلع منه. النبي ما كانش يعرف مكان غار ثور يا جماعه، ما كانش مخطط ليه، ده النبي طالع صلى الله عليه وسلم بيبحث عن مكان يختبئ فيه، فربنا يخلي الطريق ده الممر ده في الجبل كأن الله يقود خطاه: امشي كده يا رسول الله وبعدين اطلع كده وبعدين اطلع كده، هتلاقيني حاطط لك غار في الاخر تقعد فيه 3 ايام، حتى وانت بتبذل مجهود رعايه ربنا ليك مش هتسيبك ابدا يا رسول الله. معنى جميل قوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا هنكمل يا جماعه ونكمل رحلتنا، لسه ما وصلناش للغار، لسه بعيد الغار ساعتين ونص ولسه احنا في اول الطريق، بس فرحانين قوي ان احنا بنقلده. تخيل لما نلقاه يا جماعه، يا جماعه قلدوه انتوا كمان، مش لازم تيجوا غار ثور، ما حدش بيجي هنا ومش مطلوب ان انتوا تيجوا هنا، بس قلدوه ابذلوا ربع المجهود ده في حياتكم. انا فرحان قوي ان انا بقلده في الطريق ده، وفرحان ان انتوا شفتوا هو بذل قد ايه، وشفتوا الطريق اللي طلع فيه، وشفتوا قد ايه هو اعطى عشان تحبوه قوي وتتعلقوا بيه قوي، وتقولوا له: على خطاك في كليه هندسه، على خطاك في قسم عماره، على خطاك واحنا بنخطط الشوارع، على خطاك في عائلتنا هنبذل نفس المجهود يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نكمل مع بعض الطريق. تخيل معايا النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع في المنحنيات دي، ويحصل حاجه جميله جدا وهو طالع، حاجه مؤثره قوي، حاجه تحسسك قد ايه ربنا بيحبه. هو من شويه كان بيبكي شوقا لمكه، عاطفه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل عليه وهو طالع غار ثور سوره القصص. سوره القصص بتحكي عن ايه؟ بتحكي عن خروج سيدنا موسى من مصر وعودته اليها. تخيل النبي طالع وينزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، كأن ربنا بيقول له: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. تخيل النبي بيسمع هذا الكلام عن سيدنا موسى وهو في نفس الموقف. يمكن يا جماعة نزل في نفس الحتة اللي أنا فيها دي، يمكن الآيات دي نزلت وهو طالع في نفس المكان ده. فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، لغاية ما يوصل مدين ويقابل أبو البنتين ويقول له: نجوت من القوم الظالمين. ويفضل النبي طالع طالع زي ما أنا طالع، لغاية ما ينزل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا حيرجعك مكة. في وسط التعب، في وسط البكاء، في وسط النهجان، احنا يا جماعه احنا واللي بنصور معانا كلنا بقينا ميه من العرق، بقالنا ساعه ونص طالعين ولسه في نص المسافه. في وسط ده كله يا رسول الله هترجع يا رسول الله، وهتنتصر يا رسول الله. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. وعايز الدليل انك هتنتصر؟ الدليل شوف الطريق اللي اخترناه لك، قفلنا لك الجبل كله وفتحنا لك ممر واحد يوصلك لغار احنا اللي قعدنا ليك. ربنا تبارك وتعالى لما بيحب عباده بيكرمهم قوي، فما بالك بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طول ما انا طالع يا جماعه عمال اقول: اتحملت ده كله يا رسول الله 53 سنه، ولسه هيتحمل صلى الله عليه وسلم، وكل الانبياء هتيجي يوم القيامه
كل واحد فيهم يقول نفسي 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 نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي هيقف يوم القيامة ويقول أمتي 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 أمتي. كل الناس كل الأنبياء يعدوا من فوق الصراط، وإحنا جايين نعدي من فوق الصراط خايفين تلاقي رسول الله واقف لك على باب الصراط وإنت معدي. تخيل بقى كل البذل اللي هو بيبذله ده عشان اليوم ده، عشان تبقى من أمته، وانت معدي يرفع ايديه وانت داخل على الصراط وخايف هتعدي عبر جهنم لغاية ما توصل لباب الجنة، تلاقي رسولك حبيبك واقف لك على باب الصراط بيقول لك يا رب سلم يا رب سلم. تخيل هو تعب قد ايه النهاردة عشان يجي على الصراط ويقول لك يا رب سلم، سلمه يا رب، سلم فلان يا رب، سلم فلان يا رب. بتحب الحبيب كده؟ لازم تحبه بعد كل اللي انت شايفه ده. عرفتوا ليه صورنا هنا رغم ان احنا صايمين ورغم التعب؟ عشان نقول لكم سيدنا محمد غالي قوي، غالي قوي يا جماعه، لازم يغلى في قلوبكم وتحبوه قوي. تعالوا نكمل مع بعض على خطى الحبيب لغايه ما نوصل لغايه غار ثور اللي هتختبئ فيه يا رسول الله. القران نازل بيطمنك بس يا رسول الله، لكن ما قالكش ان في غار في النهايه. خلي بالكم النبي طالع كل السكه دي ما يعرفش لسه ان في غار فوق، ده ربنا بيقود خطاه وفاتح له ممر في الجبل الوحيد، اطلع من هنا يا رسول الله، خلينا لك الممر ده يا رسول الله. لكن يا جبريل ما طمنتوش ليه؟ جبريل مش هيديله الخطه، الخطه هو اللي هيبنيها والجهد هو اللي هيبذله والعرق هو اللي هيعرقه. يا جماعه يا ترى عرقته كده عشان خاطر الاسلام زي ما النبي عرق صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نكمل مع بعض. طبعا فين النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي وايه الوضع في مكة؟ انا عايز اتخيل ان هم كانوا طالعين في وقت زي ده، بدأ النهار ينور. احنا بنصور دلوقتي يا جماعة الساعة 7:30 صباحا، الحلقة اللي هتتعرض النهاردة بالليل ان شاء الله احنا بنصورها دلوقتي 7:30 صباحا. تقدر تقول ان تقريبا حوالين الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع غار ثور. طب ايه الوضع تحت في مكة؟ قريش واقفة حوالين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية يقولوا هو ما طلعش ليه؟ فبدأوا يقلقوا، فهم قاعدين بصوا لقوا إن التراب على دماغتهم، ناموا وصحيوا من النوم لقوا التراب على دماغتهم، فعدى عليهم واحد قال لهم أنا شفت محمد معدي من قدامكم امبارح بالليل وسابكوا، فقلقوا، فبصوا من ثقب الباب، فلقوا واحد نايم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا ما خرجش ولا حاجة ده هو نايم. كل ده صلى الله عليه وسلم شايف تخطيطه، بيعطلهم صلى الله عليه وسلم علشان يتوغل ويطلع ويبعد على قد ما يقدر علشان ياخد فترة كافية على ما يختبئ. كل ده وان سيدنا علي بن أبي طالب نايم. أنا عايزك تتخيل شعور سيدنا علي، شاب عنده 20 سنة في الوقت ده، هو أسلم عنده 10 سنين فاكرين قبل يوم ما ابتدى الإسلام، يعني هو دلوقتي 23 سنة لأن فات 13 سنة في مكة، عنده 23 سنة في عز شبابه، قوي مفتول العضلات وممكن يموت دلوقتي لأنه عارف أنه هو خارج 100 سيف هينزل على دماغه. تخيل سئل سيدنا علي بن أبي طالب كيف بت هذه الليلة يا علي؟ فقال كانت أهدأ ليلة نمتها في حياتي. التضحية حلوة قوي والبذل حلوة قوي، والخوف بيبقى لحظة لكن ربنا سبحانه وتعالى يملك بالأمان بعديه ويقويك بعديه ويعينك بعديه وينيمك وينزل السكينة ويخلي عينيك تهدأ ويمكن تبقى في قمة الراحة والأمان وتعيش مش عارف تنام لحظة في منتهى الأرق والقلق. فسبحان اللي نيم عليه وسبحان اللي هداه لما كان راجل، لما قال حاضر يا رسول الله أنام مكانك. وشفت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ضحى، أول ما قال لحد يضحي مكانه ضحى بمين؟ ضحى بأحب واحد ليه، ابن عمه، ما ضحاش بحد غريب. فاكرين يوم ما قال للمسلمين يطلعوا إلى الحبشة مين أول واحد طلع؟ بنت رقية. والنهاردة لما حد ممكن يموت مكانه هيكون علي بن أبي طالب. نام علي بن أبي طالب طول الليلة وطلع النهار والنبي صلى الله عليه وسلم طالع في الطريق دون اللي احنا طالعين فيه على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقريش اللي واقفة على الباب أبو جهل وغيره صحيوا من النوم، صحيوا لقوا إيه؟ صحيوا لقوا في حد نايم جوه، اتأخر اتأخر اتأخر، فتح الباب بيبصوا هيضربوا بالسيف، لقوا علي بن أبي طالب. إزاي؟ أين محمد؟ سيدنا علي ما يعرفش لأن النبي ما قالوش علشان يحميه وعشان ما يعرضوش لإيذاء أكثر. مين الوحيد اللي يعرف الطريق اللي النبي وأبو بكر فيه؟ مين الوحيد اللي سيدنا أبو بكر والنبي وهم طالعين قالوا له احنا هنطلع في الجبل اللي في المكان الفلاني؟ هم ما يعرفوش ان في غار ثور في الاخر، لكن عارفين الجبل الفلاني، قالوا له هتلاقينا هنتوغل في الجبل الفلاني. تخيلوا مين الوحيد اللي عارف؟ الوحيد اللي عارف واحده ست، اسماء بنت ابي بكر. المراه قد كده عظيمه،
اللي اؤتمن على السر العظيم دون السيدة أسماء. أيوة السيدة أسماء، لأن هي اللي هتجيب الأكل كل يوم. ليه؟ لأن مش ممكن حد هيشك فيها، هتجيب الأكل وتطلع المسافة اللي احنا يا رجالة تعبانين واحنا طالعين، طلعت مرة أو مرتين في الثلاث أيام اللي قعدوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشيل الأكل وتطلع، تشيل الأكل وتطلع. امرأة عظيمة مجاهدة وتؤتمن على السر. مين ينظر للنساء بعد كده ويقول الإسلام ما قدرش المرأة؟ إذا كان النبي وأبو بكر ائتمنوا أسماء بنت أبي بكر، ما قالوش لعلي بن أبي طالب. ليه؟ عشان ما يعرضوهوش للإذاء الكتير، وعشان ملوش دور في إن هو هيحمل لهم حاجة هنا، هو دوره يرد الأمانات. فأتمنوا أسماء بنت أبي بكر. شوفوا المرأة يا ستات، شايفين؟ افرحوا وافتخروا بحب النبي وتقدير النبي ليكوا، وقعدي في بيتك دلوقتي وانتي فرحانة قد كده يا رسول الله. أنا مقدرة عندك أسماء بنت أبي بكر، هتشيل الأكل وتيجي كل يوم. اشمعنى أسماء؟ أصل محدش هيشك فيها. ليه محدش هيشك فيها؟ مش هتصدقوا يا رجالة، هتتكسفوا دلوقتي قد إيه أسماء عظيمة وبذلت للإسلام. أصل أسماء حامل في الشهر السابع، فلا يمكن حد من قريش هيحس، هيشك لحظة إن اللي حامل في الشهر السابع ممكن تطلع الساعتين ونص دول تطلع الأكل وتنزل مرتين في الثلاث أيام. عرفتوا مين هي أسماء بنت أبي بكر؟ كانت حامل في الشهر السابع. وعشان كده لو تعرفوا مين أول مولود ولد في المدينة، أول مولود ولد في المدينة بعد هجرة المسلمين بشهرين، يعني إيه يا دوب على الشهر التاسع، اللي هو عبد الله بن الزبير اللي أمه أسماء وأبو الزبير بن العوام. فعشان هي حملته كده وبذلت فيه كده، طلع عبد الله بن الزبير اللي بقى خليفة المسلمين. البطن دي تطلع الراجل ده. تعالوا بعد ما شفنا أسماء وعلي نكمل ونطلع مع بعض. وجدناه قائما نسألك يا الله يا بلاد كل. ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع شايف الممر اللي طالع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله على الجبل. الوضع ايه في مكة دلوقتي؟ الوضع في مكة ان قريش عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود في بيته، وعرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم نيم سيدنا علي بن ابي طالب في بيته، مكانه في السرير وبالبردة بتاعته. يبقى معناها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساب البلد. فتطلع قريش على طول، هيكون فين؟ اكيد مع صاحبه ابو بكر. فتطلع قريش على بيت ابو بكر، يخبطوا الباب. مين الوحيد اللي عارف؟ السيدة اسماء بنت ابي بكر، البنت الكبيرة اللي هتوصل الاكل، اللي هتتابع الموقف. المرأة. يخبط ابو جهل على الباب وتفتح اسماء: اين ابوك؟ فتقول: لا ادري. أين أبوك؟ وقدامها مين؟ قدامها قائد قريش، لا تهزت ولا ترجفت، جامدة ثابتة، رسالتها غالية عليها وواثقة في نفسها. أين أبوك؟ لا أدري. أين أبوك؟ لا أدري. فيلطمها لطمة، يعمل فيها زي اللي اتعمل في أخت عمر بن الخطاب، يعور شفايفها ويوقع الحلق ويدمي ودنها وهي تقول لا أدري، وينسحب أبو جهل. مفيش فايدة، أسماء حامل بس بعشر رجالة بمئة راجل. الوضع إيه دلوقتي؟ الوضع ان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يطلع ويطلع. طب ليه عمال يطلع ويطلع؟ ما كفايه كده، قريش هتبدا تدور فين دلوقتي بالعقل كده. هو رايح فين؟ اكيد رايح مطرح ما راح الصحابه. رايح فين؟ اكيد رايح المدينه. فكل قريش طلع بالخيول والجمال بتدور في طريق المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم اتجه جنوب، المدينه شمال، والنبي جه غار ثور جنوب. طب يا رسول الله، لما انت طلعت كتير ما كفايه تقف هنا، ليه هتفضل مكمل لغايه قمه الجبل؟ اخد بالاسباب وابذل كل الاسباب اللي اقدر عليها للحمايه وللمنع، على ان يمكن يطلعوا. يا رسول الله، ده هم راحوا شمال. انا باتقن الاتقان يا جماعه، اتقان العمل، ان انا اخد بالاسباب. لو الاسباب 100 درجه ما اخدش ب 99، لا اطلع للاخر وافضل ماشي للاخر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. متخيلين يا جماعه كميه البذل اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم؟ متخيلين المساحه تحتي شاسعه قد ايه؟ متخيلين طلوع النبي؟ احنا بنكلمكم وكل الناس اللي طالعه معانا بدات تتعب والحلق بقى خلصان، لكن إحساسك إن محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، بذل كل المجهود دون عشان الرسالة، عشان قد كده الرسالة غالية يا رسول الله، وقد كده بتاخد بالأسباب، وقد كده الإتقان، إنك عايز توصل لآخر لقطة عشان تبقى بذلت كل اللي عليك. مش كفاية إنك تقف هنا، نكمل كمان يا أبو بكر، نطلع كمان يا أبو بكر، عشان نبقى قدام ربنا عملنا كل اللي نقدر عليه. يا أمة محمد، شايفة الإتقان؟ درس في الإتقان عجيب. ما قالش كفاية كده، ما احنا طلعنا كتير زهقنا بقى، أكيد مش هيوصلوا لنا. طول ما نقدر نبذل كمان، نبذل كمان. يا حبيبي يا رسول الله، اللي كل يوم بتعلمنا درس مختلف، النهارده درس في الإتقان والإصرار على الرسالة وبذل المجهود. احنا تعبنا، الناس اللي حوالينا بتقول ما كفاية كده ننزل بقى، لكن هو صلى الله عليه وسلم طول ما ربنا فاتح له سكة في الجبل بيكمل، كأن ماشي. ربنا بيقول له كمل طريقك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يطلع. أسألكوا حاجة عجيبة، سؤال عجيب كده يا جماعة،
هو ليه التاريخ دون هو تاريخ الإسلام؟ ليه اختير تاريخ الهجرة هو بداية التاريخ بتاع المسلمين؟ يقول لك 1430 1400 هجرية 1400، اشمعنى التاريخ بالهجرة؟ لو احنا بنحط التاريخ مش كان يبقى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كان يبقى يوم فتح مكة؟ مش كان يبقى يوم حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم؟ اشمعنى تاريخ المسلمين بيبتدي بالهجرة؟ لأن أعظم يوم يا جماعة في حياة الأمم مش أيام انتصاراتها، أعظم يوم في حياة الأمم يوم أيام الشدائد والمحن اللي أصرت فيها على الرسالة. شوفوا سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب لما قالوا أن تاريخ المسلمين يبتدي بتاريخ الهجرة كانوا شايفين إزاي؟ يوم الانتصار كل الناس هتيجي مؤمنة، لكن يوم الصعوبة والشدة، يوم ما تخرج من بلدك عشان خاطر رسالتك، هو ده التاريخ الحقيقي لعزة ودليل انتصار. ولذلك انظر للآية القرآنية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. اعتبر أن يوم الغار يوم نصر مع أنه يوم هروب. لا يا جماعة، أعظم يوم في حياة الأمم يوم ما تثبت في الشدائد والمحن، هو ده يوم الانتصار الحقيقي. وإحنا أمتنا الوقت في أيام شدائد ومحن، يوم انتصارنا يوم ما نثبت ونكون رجالة في الأيام دي. درس مهم قوي ناخده من هجرة النبي، درس مهم قوي ناخده واحنا طالعين الغار. فعلا يوم تاريخ المسلمين لازم يبقى اليوم ده، يوم الغار، يوم الشدة، يوم الإصرار على الرسالة. تعالوا نكمل ونطلع ونكمل لغاية ما نوصل للغار. شايفين يا جماعة المكان اللي احنا طلعنا منه تحت قد ايه؟ تخيلوا المسافة اللي احنا طلعناها لغاية دلوقتي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انا الحقيقة طول ما انا طالع انا والناس اللي طالعين حاسين بقرب شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، حاسين ان احنا عمالين نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نفتكر حديث النبي: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليك يا رسول الله، جزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته. النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع السكة دي يا ترى كان عارف أن أمته بالملايين هتقعد تشوف الطريق ده دلوقتي؟ أكيد سيدنا أبو بكر كان خايف ساعتها وقلقان قوي. فعلا كان يوم نصر يا جماعة، فعلا كان يوم عزيز. تخيلوا أن احنا نيجي بعد 1400 سنة ونطلع الطريق ده ونقول قد كده بذلت يا رسول الله، هنمشي على خطاك، نبذل ونعطي ونضحي ونبذل عشان نتعلم من خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة يا جماعة عايش معايا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من رجل، أنا نفسي طول ما احنا طالعين طول الحلقة دي نعملها مع بعض، ما من رجل يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يا جماعة وإحنا طالعين غار ثور اللي اختبأ فيه النبي 3 أيام وإحنا بنقرب منه وفضل مسافة قريبة، طول ما احنا طالعين قولوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واعرفوا ان كل ما بتقولوا كده ما من رجل او امرأة يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعني كلنا لو كل الناس اللي بتشوف دلوقتي بتقول صلى الله على محمد السلام عليك يا رسول الله، تأكد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وعليك السلام يا فلان، وعليك السلام يا فلانة، لو انت في مصر، لو انت في المغرب، لو انت في انجلترا، لو انت في كندا، وعليك السلام يا فلان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عايشينها طول ما احنا طالعين وبنشوف هو بدل قد ايه. تعالوا نكمل مع بعض. أخيراً الحمد لله وصلنا غار ثور. اللي قدامكم ده يا أخوانا غار ثور اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. دي فتحة الغار، شفتوا إحنا في قمة الجبل، في أعلى حتة في الجبل، حوالي أكتر من 2000 قدم وصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا جماعة بدأنا رحلتنا الساعة 6 صباحاً، إحنا النهاردة 16 رمضان اليوم اللي أنتوا بتشوفوا فيه الحلقة، بس إحنا بنصور الصبح بدري. ابتدينا 6 صباحاً، الساعة دلوقتي 9:15 صباحا، لسه واصلين الى غار ثور.
بس لا تتخيلوا الفرحة قد إيه، رغم إن التعب شديد جدا والناس صايمة، ومش أنا لوحدي، ده ربنا يكرمهم كل إخواننا اللي بيصوروا معانا والمخرج، كلنا مع بعض واخدين النية مع بعض. أنتوا عارفين إحنا طلعنا لغاية هنا ليه؟ عشان نحسسكم رسولنا بذل قد إيه. كل دي هي النية كده. كان ممكن نصور في التكييف وفي الكاميرات وفي الاستوديو ومن قدام المسجد وإحنا مش صايمين وفاطرين ومش عطشانين، لكن طعمها حلو قوي. العرق ده بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التعب ده بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغار يا جماعه مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه: الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. الايات دي هنا يا جماعه، ونزلت هنا، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل هو وسيدنا ابو بكر، ويمكن وصلوا في وقت مشابه لدون، لأن هم قاموا بالليل خالص، وصلوا هنا ودخلوا من هنا. أسألكوا سؤال يا جماعة سألته لكم وإحنا طالعين يا جماعة: يا ترى إيه أعظم يوم للإسلام؟ يا ترى يوم بداية الدعوة، ولا يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه يوم اللي نبدأ به التأريخ؟ ربنا بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله، اعتبر إن الفتحة دي واختباء النبي وأبو بكر في الفتحة دي نصر. نصر، حد يصدق ان فتحة الغار دي بداية نصر؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لان اول يوم للدعوة ما هوش يوم الاسلام العظيم، لان ناس كتير تقدر تقول كلمات في الدعوة لكن عند الشدة يتركوها ويمشوا. وميلاد النبي مش هو يوم الاسلام الاعظم، لانه ما كانش ميلاد معجز زي ميلاد عيسى او زي ميلاد موسى، كان ميلاد انسان بشر طبيعي. لكن اعظم يوم في تاريخ الاسلام هو اليوم ده، لأنه يوم التضحية، لأنه اليوم اللي بيدي المسلمين ليوم القيامة الأمل. الفتحة دي فتحة أمل يا أخوانا. عارفين ليه فتحة أمل؟ حد يصدق إن من الفتحة دي هيكون بداية النصر؟ شفتوا قدرة ربنا؟ الفتحة الصغيرة دي دخل جواها 3 أيام رسولك حبيبك صلى الله عليه وسلم، أكيد هنا موضع قدمه، شايف الحتة دي؟ أكيد أكيد، لأن مفيش فتحة دي. وأكيد هنا دخل أبو بكر. حد يصدق إن الفتحة دي هي بداية النصر؟ تصدقوا؟ ليه؟ ليه هي بداية النصر؟ علشان يوم ما ثبتته يوم نصركم، يوم تضحيتكم يوم نصركم، يوم إتقانكم إن أنتوا بذلتوا كل اللي تقدروا عليه يوم نصركم. يا جماعة الفتحة دي واليوم ده يوم أمل للأمة كلها، والله يوم أمل، إن أعلموا أن الله قادر، لو بذلتوا كل اللي عليكم، لو خططتوا، لو ضحيتوا وسبتوا بلدكم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي وهو خير: لو بذلتوا، لو أعطيتوا، لو أعطيتوا، لو بذلتوا كل اللي عندكم، لو أتقنتكم، حتى لو الدنيا ضاقت لغاية فتحة صغيرة زي كده، فهتكون الفتحة دي بداية نصر. فاكرين الآية؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نفس الآية مع أهل الكهف: اقووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نفس الآية مع غار ثور الجميل اللي احنا واقفين قدامه، اللي بيفكرنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكتر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم مختبئ فيها هي بداية النصر. ده يوم أمل، احنا جينا هنا عشان نبث الأمل في الشباب والبنات، هنعمل نهضة إن شاء الله. والدليل على كده إن من عز الضيق جه النصر، ومن عز الضيق اللي احنا فيه مسلمين لو خططنا وبذلنا وضحينا وتألمنا عشان نبذل وأتقننا هيبقى بداية النصر. تعالوا نتفرج النبي صلى الله عليه وسلم خطط هنا قد إيه يا جماعة. على ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان العظيم كان التخطيط عظيم. عارف ليه التخطيط عظيم؟ تعالى أوريك النبي صلى الله عليه وسلم خطط قد إيه. واحد، تعالوا نمسك عناصر التخطيط العظيم اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، علي ينام في فراشي عشان أكسب وقت، عشان يفضلوا ملخومين بعلي وبيقولوا هو لسه موجود وأنا أكون كسبت وقت. 2، هروح لأبو بكر في وقت عمري ما كنت بروح فيه. أنا بجمع لكم في الهجرة تخطيط النبي عميق وعظيم قد إيه. 2، هروح لأبو بكر في وقت ما كنتش بروح له فيه قبل كده، وقت الظهر، عشان لو محد مراقبني ما يشوفنيش. 3 حاجة، بيروح ملثم صلى الله عليه وسلم علشان محدش يعرف ان ده محمد صلى الله عليه وسلم اللي رايح. 4 حاجة، هيروح سيدنا النبي لأبو بكر في بيته في مكة ويقول له: أبو بكر أخرج من عندك في البيت، عشان عايز يضمن ان محدش يسمع. فأبو بكر يقول: يا رسول الله، إنما هم أهلك وأسماء دي تثق فيها،
فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ان انا متجه لغار ثور. بعد كده يخرج النبي من ظهر البيت، ما يخرجش من باب بيت ابو بكر من قوه في ظهر البيت. شوفوا قد ايه تامين، شوفوا قد ايه بياخد بالاسباب صلى الله عليه وسلم. الاجمل والاجمل والاجمل، مش هروح في اتجاه الشمال، مش هروح في اتجاه المدينه، حاجي في اتجاه الجنوب، حاجي لغار ثور. الاجمل والاجمل من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي هيجيب لك الاكل الثلاث ايام دول يا رسول الله؟ اسماء بنت ابي بكر، لان ما حدش هيشك فيها لانها حامل في 7 اشهر. الشباب اللي كانوا طالعين معانا شباب عندهم 20 سنة و22 سنة، الفريق اللي بيصور كلهم بيقولوا ازاي اسماء طلعت، ازاي الرساله اللي ما بتتمكن من بني ادم بيبذل المستحيل. يا اخوانا احنا 100 واحد قالنا اوعوا تطلعوا وانتوا صايمين، وطلعنا وقدرنا 3 ساعات بس، فرحانين قوي، فرحانين تساوي كتير قوي ان احنا شفنا مكان نبينا صلى الله عليه وسلم. ازاي اسماء قدرت وهي حامل في 7 اشهر؟ الرساله كانت غاليه قوي وربنا قواها، واللي استحملته ربنا طلع من بطنها خليفه للمسلمين، عبد الله بن الزبير. ومش كده وبس، اسماء بتجيب الاخبار لان ما حدش هيشك فيها، مين يصدق ان حامل تطلع الجبل وتنزل؟ فسابوها تخرج وتعدي، اكيد مش رايحه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتروح وتيجي. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه بيخطط فيها عشان يحمي المكان، وعشان كل حاجة موجودة. عبد الله بن أبي بكر عارف دوره، بيتسمع الأخبار ويجيبها بالليل. أسماء بنت أبي بكر عارفة دورها، بتجيب الزاد كل يوم. عامر بن فهيرة اللي هو راعي الغنم بتاع سيدنا أبو بكر بيعدي على آثار الأقدام كل يوم. أكتر من كده علي بن أبي طالب مش عارف هما فين، لكن عارف دوره، بيأدي الودائع وفي نفس الوقت بيعطل قريش إن هو نايم مكان النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جايب الراحلتين ومخبيهم مستنيين عشان نطلع طريق الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوصل وهو وسيدنا أبو بكر لهذا المكان، هتعمل إيه يا رسول الله؟ هنقعد في الغار دون، هتقعدوا كم يوم يا رسول الله في هذا المكان؟ هنقعد 3 أيام. على ما الرجل تهدى، على ما قريش تزهق وتبذل كل جهدها في اتجاه الشمال، خليهم يقعدوا يتعبوا ويدوروا. يا سلام على تخطيطك يا رسول الله، على التخطيط العظيم. مش بقول لكم يا جماعة، لو الإسلام ينتصر ب100 سبب وإحنا خدنا ب99، ربنا ما ينزلش نصره. لازم تاخد بكل اللي تقدر عليه. أقول لكم إزاي النبي أخد بكل اللي يقدر عليه؟ ما فضلش قاعد بره يجي هنا ويقعدوا ويستنوا هنا أبداً. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جوه الغار هو وسيدنا ابو بكر عشان هيبقوا جوه الغار 3 ايام. طب ما يقعدوا بره، لازم ناخد بالاسباب على الاخر ونبذل كل اللي نقدر عليه. الغار ده يا جماعه عجيب، الغار من جوه واسع شويه، مش هندخل دلوقتي وتتفرجوا عليه من جوه، لكن في حاجه عجيبه قوي ان الغار عباره عن صخور فوق بعضها كانها متركبه على بعضها. فاهمين اقصد ايه؟ كان ربنا مركب شويه صخور بينها فتحه. مش بقول لكم ربنا رسم له الطريق من تحت، امشي في السكه دي، اطلع 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 اطلع، شوف ربك سبحانه وتعالى. بس احنا نتحرك، هتلاقي مخطط لك الطريق، بس انت خد خطوه للامام هتلاقيه بينور لك. كل ما تاخد خطوه، سكه الغار بتقول كده يا اخوانا، سكه الغار نموذج لكل شاب وفتاه، لكل راجل وامراه عايزين يخدموا الاسلام. بس خد خطوه، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع يلاقي ربنا عامل له الطريق، ومفيش طريقين. وانا طالع الغار يا اخوانا كنت بسال الناس اللي معانا، بقول لهم هو مين هيبقى الدليل بتاعنا في الطريق؟ افرض في طرق كتيره في الجبل. انا كنت فاهم كده، هو طريق واحد، هو طريق واحد يوصل لفتحة واحدة عاملها ربنا مخصوص يمكن من آلاف السنين استعدادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجر متركب فوق بعض، والله يا اخوانا صخرة كبيرة جنبها صخرة كبيرة، في ظهرها صخرة كبيرة، بينهم فتحة، ترتيب إلهي رباني مالك الملك ذي الجلال والإكرام. خططت يا رسول الله؟ خططنا. عملت كل حاجة، وصلت يا رسول الله؟ وصلنا. دخلت يا رسول الله؟ هندخل نقعد جوه؟ أنا مشتاق أدخل أقعد جوه والله يا أخوانا. بس أنا أقول لكم حاجة، بعد كل اللي عملته ده يا رسول الله ودخلت وقعدت في الحتة دي جوه، أنتوا متخيلين يا أخوانا إحنا قاعدين مكان مين دلوقتي؟ ما هو ده غار ثور، إحنا مكانه صلى الله عليه وسلم. المكان ده رمز للتخطيط، رمز للأمل. خلي عندك أمل، الفتحة الصغيرة دي تعمل نصر. المكان ده رمز للعزة، المكان ده رمز للتحدي والإرادة، رمز للتضحية، رمز الحب الرسالة. بصوا له كويس يا أخوانا، وبصوا عامل ازاي وقولوا طب انا قدمت ايه للاسلام؟ شفت علي قدم ايه للاسلام؟ كان مستعد يضحي بحياته. شفت اسماء قدمت ايه للاسلام؟ كانت مستعده تضحي بجنينها. شفت ابو بكر ضحى قدم ايه للاسلام؟ جاب فلوسه كلها مع النبي، مستعد يقدم فلوسه كلها. شفت الناس بذلت قد ايه؟ انت قدمت ايه؟
شفت حبيبك سيدنا محمد بدل قد ايه؟ حب النبي مش شويه دموع يا اخوانا، ومش شويه اهات، ومش شويه ومش سبحه تسبح بيها وبس. حب النبي بذل وعطاء ورساله وبذل وحب للدين وحب للاسلام وحب لبلادنا ونهضه تتعمل. هو ده الغرب يقول كده، وامل كبير. حب النبي امل ان احنا هننجح ان شاء الله زي ما نجح من الفتحه دي وعمل النصر العظيم دون. خططت يا رسول الله؟ خططنا. بذلت كل شيء يا رسول الله؟ بذلنا. فضل ايه؟ فضل تعرف ان ربنا هو العظيم الوكيل. ايه اللي هيحصل؟ هنخلي قريش توصل لغايه هنا، لغايه هنا، لغايه هنا. يعني مشوا المسافه دي كلها وطلعوا لغايه قمه الجبل، عرفوا ازاي؟ انا مش عارف، لكن تسربت الاخبار. فاكرين الدرس اللي قلناه قبل كده في الحلقه اللي فاتت؟ انت ممكن تبذل كل اللي عليك وتبذل كل طاقتك وكل امكانياتك، لكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحصل خطأ، عشان يقولك ان تجربة النبي محمد تجربة بشرية مش مثالية، مش ما فيهاش اخطاء، وارد ان حصل خطأ بدليل ان هم وصلوا لغاية هنا. يا الخبر تسرب، اكيد مش من اسماء، يمكن حد مشي وراهم، يمكن اثار الاقدام ما اتشالتش كويس، يمكن حد شافهم، شاف اسماء ماشية في الطريق فقلبوا جهل. المهم ان هم عرفوا ان هم في الجبل ده، فمشيت قريش في نفس السكة وفضلت طالعة الجبل لان اتقال لهم هو في الجبل ده، وهي طالعة مضطرة تطلع للآخر لأن كل ما تطلع تلاقي الطريق ماشي في سكة واحدة. تخيل النبي هنا وقريش وصلت، أبو جهل واقف هنا أهو، وعضة بن ربيعة واقف أهو، وشيبة بن ربيعة واقف أهو، الناس اللي كانت واقفة على باب النبي معاهم السيوف بتاعتهم، كأن أول مرة وقفوا قدام باب النبي وربنا نجاه، وجم تاني وقفوا قدام الغار عشان ربنا يتحداهم مين ملك الملك، أنتوا وقفتوا قدامه مرتين وما قدرتوش. كأن المعنى ايه؟ المرة الاولانية نجناه علشان امنته، عشان راح يرد الودائع، والمرة التانية عشان صاحب رسالة عظيمة وبذل كل جهده وبذل كل خطوات التخطيط. تقف قريش، كأن المعنى ايه؟ تقف قريش مش هتشوفك يا رسول الله، مش هتشوفك. كأن المعنى الجميل قوي قوي قوي، بيقول انتوا تخططوا على قد ما تقدروا، لكن اعرفوا ان النصر بيجي من عند ربنا. مش انت خططت يا رسول الله؟ طب انا هخليهم يوصلوا وهيقفوا قدامك لكن مش هيشوفوك. بينهم وبينك الغار صغير قوي يا اخوانا، بينهم وبينك متر، مش هيشوفوك يا رسول الله. مش انت متخيل يا اخوانا؟ هم واقفين هنا، واقفين في الحته دي، والنبي واقف هنا، مش هيشوفوك. والانفاس دقيقه، واحنا في قمه جبل، يعني الصوت هادي، مفيش دوشه، مش هيشوفوك يا رسول الله. تخيل بعد ما بذلوا الكل ده الجهد ده كله، ما فكروش يخشوا جوه الغار، اصل كان في حمامتين قاعدين هنا في الحته دي بيبيضوا، فالكفار لما يلاقوا حمامتين بيبيضوا اكيد لو كان في حد جوه كان طيرت الحمامات دي، وكان ما كانتش تبقى موجوده بالشكل ده. سبب صغير، لكن انت واحد طلعت الثلاث ساعات دول مش تخش تدور؟ شوف ربنا لما يعمل بصر ويعمل فكر، كان ربنا بيقول من المتحكم في العقول؟ مين اللي يقدر يقول للعقل انسى؟ مين يقول للعين ما تشوفيش؟ هو سبحانه وتعالى كأنه بيقول لنا ايه؟ انتوا بس خططوا وملكوش دعوة، ابذلوا الجهد وملكوش دعوة، هيوصلوا لكم وحنجيكم. هو الغرب يقول المعنى ده، وصلوا وحنجيكم. حنجيكم لأن هو سبحانه وتعالى الملك، لأنه الوكيل. مش توكلوه بقى يا جماعة، مش ليكوا تجربة في المنظر اللي انتوا شايفينه دون، ان انتوا تعرفوا ان ربنا هو الوكيل. واقفين هنا وكل واحد في ايده سيف، والنبي واقف هنا الحتة دي جوه، وصلى الله عليه وسلم هو وسيدنا ابو بكر في الحتة اللي جوه، وحندخل جوه ونتخيل مكانهم. سامعوا وهو بيقول لسيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر بيوشوش النبي، هم واقفين بيتكلموا، انا عايز شايف المكان. وسيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واقفين يمكن جوه هنا حاجه صغيره جدا، وبيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدميه لرانا. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له بصوت واطي قوي الكلمه اللي احنا كلنا لازم نحفظها، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انت ظنك ايه باثنين؟ ربنا الثالث بتاعهم، مش هيشوفونا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. شوف ثبات النبي، شوف طمأنينة النبي. يا جماعة لو واحد خطط التخطيط ده كله وبعد كده وصلوا إليه يقول فشل التخطيط، مفيش فايدة، أنا ضعت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخطط وهو متوكل على الله منتهى التوكل. وصلوا
ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. يا إخوانا ما تحزنوش، خلي عندكم أمل، الله معنا. لو بذلنا لدنا، شايفين التجربة اللي احنا فيها؟ على فكرة يا جماعة، الحتة اللي احنا فيها إلى اليوم مليانة حمام، تصدقوا، وكأنه رمز ليبقى المكان على ما هو عليه، ليبقى دليل. وانت تستغرب قمة جبل والحمام يبقى موجود، والله الحمام بيحوم في الحتة دي وهيتصوروا وهتشوفوهم. هو ده يا اخوانا غار ثور، وهنا الآية العظيمة في اسم الله الوكيل. وكلوه بقى يا جماعة، بصوا على المنظر ده، ووكل ربنا، قول له وكلتك يا من نصرت النبي، وبينهم وبينه متر، محدش ينزل عينه يبص جوه. تخيل المعجزة بعد كل الثلاث ساعات. طب ما كمل الاول. لا، لازم تبذلوا الاول وبعدين ننصركم. ما كمل الاول يا رب يجي البراق. ما فيش براق، انتوا تكونوا براقيين في حركتكم وفي ادائكم. ما حدش من قريش يفكر يدخل جوه، ولو دخل وعمل بدماغه زي كده يشوفهم، لان الغار باين من جوه. ولو لف من ناحية التانية من الغار ودخل بين الصخور يشوفهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتوا غار ثور مقامه عظيم قد ايه؟ احنا ما بنقدسش حاجة، ما بنقدسش اماكن، انما احنا في الاخر بنقول المكان ده دليل عظمة هذا الدين وهذا النبي، ودليل قدرة الملك سبحانه وتعالى. تيجي ندخل جوه غار ثور نتفرج عليه؟ يلا بينا. دلوقتي اخوانا جوه غار ثور، هنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر 3 ايام. دي فتحه الغار اللي احنا دخلنا منها. شفت قريش واقفه بره اهي، لو بس دخلوا يا دوب خطوتين يلاقوا النبي قاعد هو سيدنا ابو بكر. طبعا الارض ما كانتش بلاط كده، هي اتبلطت دلوقتي، لكن تخيل هي كانت رمله. هنا يا رسول الله 3 ايام، شايف الارتفاع عامل ازاي؟ يا سلام يا رسول الله. فاكرين يا جماعه لما قلنا عن غار حراء ان هو كان عامل زي حضن؟ تخيل ده نفس الشيء. حد يصدق يا جماعه ان بدايه انتصار الاسلام ابتدى من الحته دي؟ مش لازم يبقى عندنا امل بقى. وحاسس قد ايه انت قريب دلوقتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاسس بحبه، حاسس بقربك منه. هنا كان بينام، وهنا كان بيصلي 3 ايام، ما كانش بيرضى يخرج بره عشان يبقى اخد بالاسباب على قد ما يقدر. وهنا كان فارد جسمه لما قريش كانت بره. يا رسول الله، تخيل سامع الصوت، سامع صوت سيدنا ابو بكر. يا رسول الله، وسيدنا ابو بكر خايف، مش خايف على نفسه، خايف على النبي. لو نظر احدهم اسفل قدميه يطلعان. سمع النبي وهو بيقول له يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الكلمه دي اتقالت هنا. الايه الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هنا في الحتة دي، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. شفت أخوانا تخيل قريش اللي طلعت 3 ساعات ما تفكرش تكمل ربع متر؟ مين ملك الملك؟ ربع متر بعد 3 ساعات مشي، يقولك لا أكيد مش جوه. ربنا، إحنا نخطط وربنا يحمي، احنا نبذل وربنا ينصر، احنا نعمل اللي علينا وربنا يكشف خططنا عشان يقول لنا النصر بيجي من عندنا مش من عندكم انتم. مش تخطيطكم اللي هينصركم، انا اللي هنصركم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا يا اخوانا انا مش مصدق نفسي ان انا قاعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر، وفرحان قوي ان انتم شفتوا الحته دي. شفتوا غار ثور، شفتوا النبي. خلي بالكم أول ما دخلوا النبي كان داخل، فسيدنا أبو بكر العظيم لا يا رسول الله لا تدخل، ده مكان موحش لئلا يكون فيه حية من الحيات. فيجي سيدنا أبو بكر وكل ما يلاقي خرم زي اللي جنبي هنا يقوم حاطط صباعه فيه عشان لو في حية أو عقرب تلدغه هو ما تلدغش النبي. شايف الحب الأيضا؟ أنت بتحب النبي كده؟ لو أنت مكان سيدنا أبو بكر تحميه كده؟ شايف سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم نايم مفيش حاجة يحط دماغه عليها، فيحط دماغه على رجل سيدنا أبو بكر وينام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام 3 على رجل سيدنا أبو بكر. في وسط ما هو نايم على سيدنا أبو بكر يجي عقرب، احنا في مكان صحراء، يجي عقرب يلدغ سيدنا أبو بكر، فمن كتر الألم مش عايز يصرخ علشان النبي نايم على رجله. تخيل الحب، بتحب رسول الله كده؟
فيلدغ وتعبان وتعبان وتعبان، والنبي نايم اللدغة أهون من نوم النبي، فتسقط دمعته على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغيث النبي: ما لك يا أبا بكر؟ لدغت يا رسول الله، لما لا توقظني؟ يا رسول الله أردت لك النوم، أما أنا فأصبر. أنت متخيل الحب لأي درجة؟ أنت متخيل إن سيدنا أبو بكر وهم طالعين بعد كده في طريق الهجرة، والنبي عطشان قوي زي ما إحنا دلوقتي عطشانين جدا بعد الطلوع الرهيب، والنبي عطشان قوي، فسيدنا أبو بكر يجيب شوية لبن، والنبي كان مش شايف، فكان ممكن يشرب لأنه عطشان قوي، مسقط لبن، شوية لبن صغيرين، عطشان قوي قوي، طلوع ونزول. فسيدنا أبو بكر ياخد اللبن ويديها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عطشان قوي هو كمان. يقول أبو بكر، اسمع الكلمة الحلوة: فشرب النبي حتى ارتويت. النبي شرب لغاية ما أنا شبعت، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشتاقين يا جماعة تقابلوا النبي عند الحوض، هو كان هنا بس احنا مش شايفينه، هتقابلوه على الحوض. متخيل وهو فرحته بيك: انت من امتي بجد، انت راجل، تعالى لما اشربك. تخيل وهو بيحط ايده وانت عطشان قوي عطش يوم القيامة هتتقطع رقبتك من كتر العطش، والنبي يحط ايده في الحوض وبايده الكريمة يشربك شربة ما تظمأش بعدها أبدا، وهو فرحان بيك ويقول لك: تعالى لما دخلك الجنة وأبيك القصر بتاعك. متخيل؟ متخيل وباب الجنة بيتفتح وأنت مشبك في إيد النبي لأنه هو راضي عنك، وفي إيدك سيدنا أبو بكر الصديق. متخيل؟ إخوان نعيش على خطى الحبيب، إحنا دلوقتي على خطى الحبيب. سيدنا عمر الخطاب بيقول: والله ليلة واحدة من أبي بكر اللي هي الليلة دي خير من ملء الأرض من عمر وآل عمر، ليتني شعرة في جسد أبو بكر. يا حبيبي يا أبو بكر الصديق، يا من بذلت وقفت ليلة واحدة خير من ملء الأرض من غيرك، ولا شعرة من شعرك يا أبو بكر وانت واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في غرفور. خلي بالكو الكاميرا جاية منين دلوقتي؟ من مؤخرة الغار، دي فتحة الغار، الكاميرا جاية بيصوروني من مؤخرة الغار. أصل الغار يا أخوانا بين الصخور عامل زي ممر ضيق بيصب في آخر الصخور في ظهر الغار من الناحية التانية، لأن إحنا في أعلى الجبل بس في منطقة واسعة. قريش حتى ما فكرتش تلف من ورا الصخور وتيجي من ورا، ولو جت من ورا زي الكاميرا كده كانت شافتني. لدرجة إن في واحد جه من قريش حب يتبول، وهم واقفين واضح إن هم وقفوا شوية، حب يتبول، طلعوا الجبل هيستريحوا أكيد زي أي واحد هيستريح شوية في قمة الجبل، فواحد منهم مش عايز يتبول قدامهم، فلف من ورا من ناحية الكاميرا بيتبول. تخيل يعني، انت تخيل صعوبة الموقف، قرب جدا، قرب اكتر من فتحة الغار اللي تحت. يعني احنا فوق شوية زي ما انتم شايفين والفتحة تحت، الغار مرتفع شوية، لكن تخيل بقى واحد جاي من فوق من ناحية الكاميرا كده بيصور. فتخيل، فسيدنا ابو بكر بيترعش: يا رسول الله لو نظر تحت قدميه، لو بص بعينيه تحت لرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر لو كان رآنا لما تبول. ما هو لو شايفنا ما كانش يعمل كده. شايف ثقة النبي واطمئنان ربنا مش هيضيعني، شايف حبيبك هنا كان كله ثقة ازاي. يا جماعة الحتة اللي احنا فيها دي رمز الأمل، رمز الثقة في الله، رمز اسم الله الوكيل العظيم القادر. تخيل الراجل واقف ربنا ما يخليش عينيه تعمل لتحت كده، مين المتحكم في حركة العين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني الراجل ما يبصش بعينيه تحت، لو عمل كده يشوف النبي، لو نزل بعينيه تحت يشوف النبي، والتانيين لو خدوا خطوه برجليهم يشوفوا النبي، والنبي في الحته دي بين الراجل ده وبين قريش هنا. لا اله الا الله، المالك العظيم، الناصر، الحافظ، القادر. يا جماعه توكلوا على الله وخلي عندكم امل، من المكان ده انتصر الاسلام، كانت البدايه، تاريخ المسلمين 1400 وكذا هجريه ابتدت من اليوم ده، من يوم الغار، وربنا سماه يوم نصر. أنا فرحان قوي إن إحنا عملنا الحلقة دي هنا، قوي قوي قوي، حاسس بقرب شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى قربتوا أنتوا كمان من رسول الله؟ هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ده بعد 3 أيام، بعد ما نزلت قريش وفقدت الأمل، حمامتين وغار شكله مهجور، ضحكوا علينا اللي قالوا لنا إن هو في غار ثور، هو في غار ثور. وتنزل قريش وتعدي 3 أيام، وهتنزل بعديهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي في طريق الهجرة. بعد ما نزلت جنوبا تطلع بقى شمالا على المدينة. تيجوا معانا نشوف اللقطة دي، تشوفوا على الخريطة طريق الهجرة عامل ازاي لغاية المدينة، وتشوفوا ازاي ان في طريق القوافل اللي قوافل قريش وقوافل العرب كانت بتاخده، وازاي ان النبي
خد طريق مغاير غير طريق القوافل. مشي النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر غير طريق القوافل، لكن الطريق الآخر لأنه في الآخر كان بيتعارض أحيانا مع طريق قريش. تيجوا نشوف اللقطة ونرجع تاني للغار. تعالوا نشوف معانا مع بعض يا جماعة خط الهجرة. خلي بالكوا النبي خد طريق غير طريق القوافل اللي القوافل كانت بتمشي منه طبعا علشان محدش يعرف طريقه، خد خط مغاير تماما. ادي دي مكة شايفينها؟ طيب فين طريق القوافل اللي القوافل معتادة انها تمشي منه؟ اهو الخط الازرق ده، شايف الخط ماشي ازاي؟ اهو هو ده، ده طريق القوافل اللي بتنطلق منه القوافل متجهة الى المدينة. شايف الطريق؟ ادي المدينة. شفت المسافة بين مكة والمدينة؟ طيب ده الطريق الاولاني. تعالوا نرجع للطريق الثاني. ايه الطريق بقى اللي هياخده النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا يعني عظم التخطيط النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مكة، المدينة في الشمال زي ما قلنا. بص النبي هينزل فين؟ ادي غار ثور اهو، نزل جنوب، جنوب مكة. هيبقى هنا 3 ايام. طب ايه الخط اللي هياخده بقى؟ اهو ده خط النبي صلى الله عليه وسلم، ده خط حركة النبي. شايف؟ خلينا نفرق بينه وبين خط القافل. شايف البعد بينه وبين خط؟ بعد اهو، عمال يبعد عن خط القافل، عمال يبعد، عمال يبعد، عمال هيجي هنا. في هنا مشكلة ان مفيش طريق غير الطريق بتاع القافل، فهيبدأ النبي مضطر لكده. بس هيجي هنا يمشي بسرعة قوي، لكن هنا دي هنا هيضطر سراقة يقابله زي ما هنحكي بعد كده. يعني ده المكان الوحيد اللي تقاطع فيه مع خط القوافل فقابله. انت ممكن تخطط زي ما انت عايز لكن في الاخر في اسباب. تعال نكمل مع خط النبي اهو بيبعد. شايف عمال يبعد؟ شايف خط القوافل فين؟ والنبي عمال يبعد، عمال يبعد. اضطر هنا تاني يلتقي وبعدين بعد، دخل في حتة صحراوية جدا عشان يبعد عن طريق القوافل كتير، ودخل المدينة من المنطقة دي. شفت طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة اللي انتوا شفتوه في لقطة من اللقطات التقاطع. على فكرة النبي لما كان بيعدي في حاجات في حتة التقاطع مع طريق القوافل كان يمد السرعة جدا ويلثم وشه. وشوفوا الأخذ بالأسباب لأي درجة. لكن في لقطة من اللقطات وهو بيتقاطع مع طريق القوافل مجموعة من قريش رجعة، فترجع تقول قريش كانت نظرت في الثلاث أيام دول اللي يقبض على محمد حيا أو ميتا 100 ناقة، 100 ناقة. فناس رجع من الطريق فيقولوا احنا شفنا 3 2 ومعاهم دليل. على فكرة دليل النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد كافر اسمه عبد الله بن أريقط، ما كانش مسلم ومع ذلك النبي استأمنه لأنه كان واثق فيه. هو ده اللي خد النبي في طريق المخالف لطريق القوافل. فيجي ناس ويقولوا احنا شفنا 3 دليل ومعاه 2، يبقى هم. فقريش تقول هم، فيطلع واحد من قريش عايز ياخد 100 ناقة. اسمه ايه؟ اسمه سراقة بن مالك. وياخد سراقة بن مالك لما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اكيد هو وابو بكر، فيغمي على قريش عشان هو اللي ياخد 100 ناقة ويقول لهم لا 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 دول قرايبي انا اعرفهم، دول هم في الطريق وقالوا لي ان هم في الطريق. فتهمت قريش وياخد سراقة بن مالك فرسه وياخد سيفه ويطلع ورا النبي وسيدنا ابو بكر في طريق اللي هم مهاجرين فيه، ويفضل ماشي وراهم لغاية ما يوصل لهم ويقرب ويقرب ويقرب. النبي بيعمل ايه؟ النبي جالس بيقرأ القرآن. اول ما يقرب سراقة بن مالك سيدنا ابو بكر بيعمل ايه؟ شوية يجي عن يمين النبي، شوية يجي عن شمال النبي، وشوية يجي قدام النبي، وشوية يجي خلف النبي، والنبي بيقرأ قرآن. فسيدنا ابو بكر عمال يلف، مالك يا ابو بكر؟ يا رسول الله اخشى الطلب ان حد يكون بيطلبك فآتي خلفك، ثم اخشى الرصد حد بيرصدك فآتي امامك، ثم أخشى أن يصيبك أحد عن يمينك فآتي عن يمينك، ثم أحد عن شمالك فآتي عن شمالك، كي أصاب أنا بدلك يا رسول الله. فقال أتخاف علي يا أبا بكر؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتموت فدائي يا أبا بكر؟ تموت بدالي؟ قال نعم يا رسول الله، إنما أنا رجل، إن مت فأنا رجل، أما أنت فأنت الأمة، فإن مت ضاعت الأمة. شوفوا فهم أبو بكر. سيدنا ابو بكر وهو بيلف كده يلاقي سراقة بن مالك جاي من ورا، والنبي بيقرا قران. يا رسول الله فارس ياتي من خلفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل احفظوا الجمله دي وبقولوها لو في شر بيصيبكم او حد عايز ياذيكم يا اخوانا، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت،
إنك على ما تشاء قدير، يقولها من هنا ويقع الفارس من على الفرس بتاعه وينكفئ به الفرس، وسراقة فارس عظيم عمره ما وقع من على فرس، فيستغرب يقول أنا إزاي اتلخبطت، فيقوم راكب تاني ويقرب، يا رسول الله سيدركنا سيدنا أبو بكر، فالنبي يقوم قايلها تاني: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، يقوم يقع تاني فيركب تاني فيقوم قايل تاني، فالنبي يقوم قايل: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ما احنا شفنا غار ثور، فيقع ثالث مرة يقول سراقة: فعرفت أن الرجل ممنوع، في حاجة بتحافظ عليه، فقلت: يا محمد أعطني الأمان. تخيل سراقة هو اللي بيطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي خايف ومين اللي بيطلب الأمان؟ فقال النبي: لك الأمان. فقال: يا محمد كنت أريد 100 ناقة وانت دلوقتي أعطني شيء، طب اديني حاجة. فقال له النبي: أعدك سواري كسرى. يا رسول الله ده انت كنت في الغار، يا رسول الله ده احنا خايفين وهربانين وبتوعدوا هتلبسوا الاساور بتاعت كسرى. فقال سراقة: كسرى من؟ شوفوا امل، شوفوا الامل يا اخوانا، شوفوا ثقة النبي في ربنا. طب يا رسول الله اوعده بحاجة، على يعني انت رايح المدينة قول له هبعت لك وقت بلح من المدينة، اعدك سواري كسرى. فقال سراقة: كسرى من؟ كسرى ملك الفرس. فقال النبي: نعم. فمن كتر ما النبي قالها بصدق سراقة ما أسلمش بس صدق النبي. قال: أتكتب لي بها كتابا؟ قال: نعم أكتب له يا أبو بكر، هذا من محمد رسول الله إلى سراقة بن مالك، أعدك سواري كسرى. وخد الجواب وفضل محتفظ بيه وهو مش مسلم. تعرفوا يا جماعة تبقوا تتكلموا عن فكرتكم عن رسالتكم بالثقة دي هننتصر وبالقوة دي زي النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل صدق وهو مش مسلم. ودارت سنين وأيام واتفتحت مكة وأسلم سراقة وفضل مسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وجي سراقة وسلم الجواب الكتاب لأبو بكر الصديق ومات أبو بكر الصديق، وجي عمر بن الخطاب وانتصر الإسلام واتفتحت كنوز كسرى وانتصر المسلمين، وجت كنوز كسرى ومن ضمنها أساور كسرى، ووقف عمر بن الخطاب وقدامه الغنائم وينادي ويقف على منبر النبي قدام الناس كلها ويقول: أين سراقة بن مالك؟ فيجري العجوز: هو ده سراقة بن مالك. فيقول له عمر بن الخطاب: يا سراقة وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم سواري كسرى يوم أن كان خارجا من الغار متجها إلى المدينة، يا سراقة البس سواري كسرى أمام الناس ليصدقوا رسول الله، البس يا سراقة قسمة موعودة من 20 سنة ويبكي كل من في المسجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس سراقة أساور كسرى ويبكي ويبكي ويصرخ من في المسجد صدق رسول الله صدق رسول الله، صدقت يا حبيبي يا من كنت في هذا الغار. دي كانت قصة الهجرة. احنا دلوقتي سنة 13 وده حبيبنا صلى الله عليه وسلم من هذا الغار كان بداية النصر. خلي عندكم أمل، خلي عندكم أمل يا مسلمين، تيجوا ندعي مطرح ما النبي كان بيدعي هنا، مطرح ما النبي كان بيتضرع هنا، مطرح ما أبو بكر كان بيحمي النبي هنا. واختم الحلقة بسؤال: هتعيشوا للرسالة كده؟ هتضحوا زي أسماء؟ هتضحوا زي علي؟ هتضحوا زي أبو بكر؟ هتضحوا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجمدوا بقى يا جماعة، بلدنا تعبانة أو عايزة نهضة، نهضة في العلم والتكنولوجيا. من الغار دون ابتدت نهضة الإسلام، ويمكن الحلقة دي تكون بداية نهضة الأمة. إني داع فأمنوا، تب علينا ارحمنا سامحنا في هذا اليوم اعتقنا يا رب، اللهم انه بذل وضحى واعطى وتعب من اجلنا، اجعلنا معه في الجنه، اجعلنا نقدم للاسلام كما قدم، نقدم لديننا كما قدم، نقدم لبلادنا كما قدم، يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين فرح بنا ان شاء الله.